كان فما اقتراح انك تطلع تعمل حفله في اسرائيل. لا اتصلوا بيك. صحيح. اي اما عنده برشا الحكايه. اي في بالي اتصلوا بيك. اي ما انا قلت له لا. قلت له لا. قال لهم شاو الفنانين وكل وقت وضع شنو. قلت له لا ما نمشيش. قلت له ليه هو الفنان محسن شريف هذا؟ لا لا مش محسن شريف، ما عنديش حتى علاقه بمحسن شريف، انا مانيش صحاب برشا ديجا، مانيش مع تعاصلين مع عاصلين ما فهمت مانيش. اما ذي اما كلمني واحد وقت من باريس وقال لي باش تغني كيفاش نتفاهم. قلت له فين صح؟ في باريس. ما باريس نمشي بعد ساعتك التفليم ولا فهمت. اي بيان سور عادي كما في تاعهم فهمت، هما توانسه ديجا عروساتهم الكل. مي اسرائيل قلت له لا امبوسيبل. قال لي ليه ما تبركش باسبور تدخل على روما؟ قلت له روما لا قفصه. قد غادي قلت.